السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد كي غلبوا عليه ما ينجم كان يقول حسبي الله ونعم الوكيل. فريق منهزم هدف لصفر دقيقة 83 على أرضه وأمام جماهير، وثم مدربين عادي جدا يخرج لك مهاجم هو صحيح لا يهاجم لكن يقعد اسمه مهاجم ويهبط مكان ولاعب وسط ميدان. مانيش فاهم بالتغيير هذا، المدرب حب يعدل النتيجة ولا حب يحافظ على نتيجة الهزيمة؟ ثم انتصر له حيشي الوحش في التكتيك، فريقه منهزم هدف لصفر دقيقة 83، غير ياسين الشماخي المهاجم كما قلنا لا يهاجم، المهاجم قعد فيه كان اسم مهاجم بخليل قصاب اللي عنده مدة طويلة وهو مكنج. مدرب العقلية هذه ما ينجمش فريقه يكون يلعب على المراتب الأولى. والأدهى وأمر واللي يوقف المخ عادي جدا، من بعد يخرج لك واحد يقول لك يا معلم تحكي بالرسمي ولا تفادلك؟ اليوم ياسين الشماخي خايب، شفت الكروشيه اللي عملها، شفت البينالتي اللي جابها ومعطاهاش صادق السالمي، راك تحكي على ملاعب يخلص فيه 80 مليون. تعرف معناها 80 مليون؟ نورمالمون جمعية يهزها على ظهره، نورمالمون جمعية يقودها وحده وراهي 80 مليون. ياسين الشماخي ملاعبي محنط، ريت الفراعنة قبل وقت اللي حنت وعبد ما معاش يتحرك، ياسين الشماخي اليوم محنط ما عادش يتحرك على أرضية الملعب. انتصر له حيشي وبقية الملاعبين، إن شاء الله شربكم في الفيديو متاع الليل بخلاف بطبيعة المدافع الجزائري وسيف الدين الشرفي. اليوم الاطوال في أتعس حالاتها، تقريبا أضعف فريق في مرحلة التتويج بعد اتحاد بن قردان، ونحكي بالأرقام. اليوم أنصار النجم الرياضي الساحلي النتيجة ما يتخيلوها كان في الأحلام، بالأداء بالمشاكل اللي فيه الاطوال اليوم ينتصر على النادي الإفريقي في رادس وأمام جماهيره اللي دز من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخرى، ومن بعد تنتهي المقابلة ويناس مسار بس. نورمالمون شنو يصير مباشرة بعد المقابلة؟ تتم إقالة منتصر لوحيش. تقول لي وقت مناسب ولا وقت غير مناسب، والبطولة اش مازال فيها بربي 5-6 مقابلات، خلي يكملهم ويعمل ربي للموسم القادم مدرب جديد. ان شاء الله يكون مدرب، ما يكونش عفوا مدرب وقتي، يكون مدرب جديد. هالمقابلات اللي تبقاوها ال5 و6 مقابلات يحضر بهم للموسم القادم، ولعل وعسى تصير رجة في الجمعية ويرجع الفريق يلعب على مرتبة تخوله باش يشارك يا إما في رابطة الأبطال ولا في الكاف الموسم القادم.